السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم تاني في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يا ربي هاد النهار يلقاكم بألف خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الخرجة ديالي والسفرية ديالي انا وليداتي وعائلتي اللي غنمشيو ان شاء الله لأوكام عند الثلج في مراكش. اللي كيشاهد الفيديو ديالي لاول مره ما ينساش لي اشتراك ولايك وتفعيل الجرس وكومونتير باش ان شاء الله يوصلوا الجديد ديالي. وغنبداو على بركه الله. انا دابا غنصايب عشيوه اللي غندي معايا في الكار، لان ما غنمشيوش طوموبيل، حنا كتارين شويه غنمشيو في الكار مع العائلات. هاد سميتو سفريه خصيصا للعائلات، غيمشيو فيها غير العائلات. وغنمشيو ان شاء الله مجموعين وغنصيب عشيوه اللي غناكلو ان شاء الله في الكار تال تما ان شاء الله، ونشدو فيها الفطور والغدا. دابا غنصايب ساندويتش والكريب اللي غنصايب للعشاء ديالنا. خديت هنا الكومير اللي سميتو اللي غنعمر ان شاء الله ب الساندويتش اللي غندير فيه سميتو اللحمه المفرومه اللي هي سميتو الكفته، ودرت ليها الرز كلاصي والتوابل وشويه ديال سميتو التوابل وشويه ديال البصله المهم والبطاطا اللي قليت في الفران وشويه الزيتون والكريب، ودرت ليه شويه ديال دانيت والشوكولاته. المهم كما كتعرفوا راه نتوما كتعرفوا هذا الخير. المهم زربانه شويه ما مسالياش، جرى 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 البنات حيت وصل عليا الوقت. المهم هذا الشيء اللي سميتو صايبتو، وخواتاتي حتى هما وبناتهم صايبو حتى هما شي حاجه خفيفه اللي هي الكيكه والمهم البيض، المهم شي حاجه اللي عرفتو داك الشيء اللي كيتكال في المغرب. دابا ان شاء الله غنصايب هذا الخير كامل ونصايبو ونديرو في بابي سيلوفان، وغنمشي ان شاء الله نبدل حواجي وغنتلاقاو ان شاء الله في اوكي. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وراه غيعجبكم. هنا دابا راه وصلوا الحافلات والناس تبارك الله عطى الله الناس، الناس تبارك الله خرجوا في الرحلات وشادين العطله وكيخرجوا وليداتهم، لان العطله دابا هذه قريبه تسالي فيها غير اسبوع. ودابا القهوه اللي كينزلوا فيها الناس وكينشطوا الناس ان شاء الله وكيسخنوا عزيمتهم. تبارك الله كاين البرد بزاف وكاين الثلج. تبعوا معايا ان شاء الله. هادي 6 الصباح فاش وصلنا للوكين. دابا كاي غيجلسوا ان شاء الله ينشطوا واحد شويه وتبعوا معايا.
دابا غنركبو باش نمشيو لأوريكا، وتبعو معايا باش تشوفو أوريكا. اي راه نفطر القندر في البيسين. الله الله الله. وهذا هو الطاجين المغربي اللي كيتمنى اي واحد ياكل فيه. الطاجين طيب في الفخر، وسبحان الله كيجي بنين بنين. كنتمنى يا ربي حتى نتوما تجربوا هذه الرحله وتذوقوا هذا الطويجين الزوين الرائع اللي كيشهي. هذا هو اوكي من البنات، كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. والثلج راه كيكون من شهر واحد حتى لشهر ثلاثة اللي بايدور فيه، وسياحة زوينة ورائعة ورحلة زوينة للجميع.